ده كده مدخل السويت، مقدم من شركة كليوباترا الأستاذة ولاء حجازي. ده كده شكل الحمام، هنا كده شكل الشاور. هنا كده دي الماستر بيدروم، كينج بيدروم، تلفزيون هنا، ميني بار هنا، ودي البلكونة الخاصة بيه. كده البلكونة الخاصة بالغرفة، بص على الممشى الداخلي، حد بيحب الجري وكده. الناحية دي بص على طرف البول. هنا كده الجنب التاني، بصينا هنا كده هيبقى فيه الساونا والستيم بار. شكل الأوضة تاني، هنا الممر للغرفة التانية، غرفة الأطفال. في النص هنا كده دريسنج روم، دولابين، وهنا كده دولابين. ده كده الغرفة التانية، غرفة الأطفال، تو بيدرومز. تلفزيون برضو، ده الممر اللي بين الأوض. كرسي هنا والميني بار وبلكونه برضو واخده نفس الفيو. الممشى الداخلي في الفندق، لو حد حابب يتمشى يبقى في ممشى داخلي لافف حوالين الفندق كله داير ما يدور. شكرا يا ولاء حجازي على التريب الجميله دي.